واخا هكاك الشعب ناشط واخا المشاكل خويلا تيطلق الشعب بحال المطار يوال ماشي ترى تخصص سب علاش شتها شوف شتها مع راسكم شتو دعوه هنا راه مرخوفه حيت انا كنت في اوروبا تقدروا تصفقوا على هاد القضيه هادي لا فرنسا بلجيك هذا مهم الامور تما مزيره زين هنا تيقدروا يوقفوك بوليسي تنيغوسي معاه تعطل على لو رونديفو ما تمشيش هاني ولكن تما القوانين مزيره كاين بزاف الحوايج تقدر ديرهم هنا ما تقدرش ديرهم ليه دابا بحال مثلا الام المغربيه ما عندهاش الحق تضرب دري صغير في اوروبا كنعرفين علاقه الام بهاد القضيه هادي يعني كتلقى الام جالسه هنا وحداها ولدها وكاينه السيده الضيفه ولا تيدير المساله ما تقدرش تليعو من تحت الطابله ولا تحمر فيه بحال هنا حتى كدير واحد الابتسامه خفيفه فيها كل شيء تخرج تمشيو للمغرب وحيت ما كتقدرش تضربو كتبقى تجمع ليه حتى نمشيو على الام المغربيه اشا ولله معاك يدخلوا كتشدوا في المطار باش بلا ما تديها للدار وتفكوا جداه من بين يديها هاد الجده هي المسؤوله على معاهده الصلح تتدخل في هاد المشاكل تتشد الدري صغير وتجبد لاجندا عقلتي ولد اش درتي ليا في ستراسبورغ فاش قلتي ليا لو دغوا اه ما عقلتي ها لو دغوا ها لو غوش سالي من كوش تدوز لراجلها حتى الراجل في اوروبا ما عندوش الحق يحط يدي على المرأة دونك شي تيبقى يجمع شي في اوروبا حتى كيجيو للمطار وكتشبك شي باش الوليدات ملي تيتمو جايين العائله وداخلين دوك العائله زعما جايين من برا وداخلين الوليدات تيبان لكم مزنقين وحمرين اوروبا لا هذيك الكتله ديال المطار سري وزاد شيكو القضية الرجل المغربي تيق في راسه واحد تيقه والله ما عرفت منين جابها واحد النهار تفوق كاع الرجاله قال لك غنجيبها روسيا والله يا ودي وتهاد روسيا تجي معاك على زينك على فعايلك على شنو ما تقول جوتين بحال الناس ما تقول بونوي ما تقول اي لوف يو شنو والراجل ولا باغيها روسيا المراه ولات باغاه تركي ايوا هو المنتوج الوطني عليكم حنا براس ما تتحاشيوهاش لينا عطيونا فرصه والله تنعجبوكم دوري شوف دابا ولكن شوف خاكك لما غادوا عليا وجيو عليا الرجل المغربي وخاكك باش يعجبوني طلعوا النيفو تيجيبوا القوريات صراحه لا لا تيجيبوا القوريات والله الا تيجيبوهم هما تيجيبوهم وافيات في لادار وحده سميتها لولا عندها 70 عام باقي لها ويكاند وتموت وقال لي كلشي رباح شنو فيهم الراجل هو هي اللي غتموت الراجل المغربي ما قلتش على القوريات تقهرها بلي زام تاع عباد الله تكون جالس انت ومرتك في العشيه جالسين تا كيدخل واحد تيضرب لها جوج بوسات كتقول لها سي كي كتقول لك امي بروش كتقول انت مني امي بروش هاني عشيه باغي تعشى انت ومرتك تا كيدخلوا سته الدراري بشرابهم كتقول لها سي كي كتقول لك دي زامي اون كومان هما سته يعني جوج بوسات للمواطن 12 بوسه كتدوز قدامك وانت غا كتشوف ناو ولا لا حتى سبحان الله العظيم الراجل المغربي تيزعم على كاع الجنسيات الا المراه الافريقيه لسبب بسيط الضرب والله تتسلخك دابا تخيل مال القوريه مثلا تزوجتها قلتي لها غادي نمشيو نتعشاو عند دارنا تتقول لك وي اوكي سي با داكور صوب واحد كيك وتمشي معاك للدار المغربيه كذلك تصوب واحد الطرح ديال المسمن وتكاد المسائل وتمشي معاك المرأة الإفريقية قلت لها يلا نمشيو لدارنا وما بغاش نمشي زيتي معاك الهضرة وبقيت كتهضر معاك وكترجع للور كنت موات بورج فوق وكفر
معاك انت ترجع للوقت. عرف راسك راك مهدد. ماشي اش حبكي يجري لي هو يهرب صافي. لا سي با فيني. عادي عرفتي تشوف ما تبارك الله حاضر الجسمانية بقوة نقول لك الخير تبعها. باش نكونوا واضحين راه ما كاينش شي مرا